السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس 13 من سلسله تعلم اللغه التركيه من الالف الى الياء. ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان قاعده الجمع. اذا خذوا ورقه وقلم ولنبدا على بركه الله. درس 13 تشور كورال لارلر. قاعدة الجمع في اللغة التركية كتشمل قاعدتين رئيسيتين وأساسيتين، وأول قاعدة غادي نفتتح بها درس اليوم واللي كتقول إذا انتهت الكلمة بالأحرف الصوتية التالية بمعنى أ أ أو أو فيتوجب استخدام اللاحقة لار. وهنا متابعي الكرام غادي نعطيكم مجموعة ديال الأمثلة اللي من خلالها غادي توضح لكم الصورة أكثر فأكثر. وأول مثال بديت به واللي هو أكول بمعنى مدرسة. إذا لاحظتوا معايا الحرف قبل ال هو او، بما ان او حرف صوتي اذا غادي نستخدموا اللاحقة لار، وبالتالي غادي نحصلوا على اوكولار بمعنى مدارس. المثال الثاني واللي هو اربة بمعنى سيارة. نهاية هذه الكلمة اذا لاحظتوا معايا هو ا، بما ان ا حرف صوتي الو غادي نستخدموا اللاحقة لار، وبالتالي غادي نحصلوا على اربالار سيارات. مثال آخر واللي هو أوضة بمعنى غرفة. نهاية هذه الكلمة هو أ، بما أن أ حرف صوتي ألو غادي نستخدمو اللاحقة لار، وبالتالي غادي نحصلو على أوضة لار بمعنى غرف. أصلا بمعنى أسد. إذا لاحظتو معايا الحرف قبل أن هو أ، بما أن أ حرف صوتي ألو غادي نستخدمو اللاحقة لار، وغادي نحصلو على أصلا لار بمعنى أسود. ماسة بمعنى طاولة. ونهاية هذه الكلمة هذه هو أ، بما ان ا حرف صوتي الو غادي نستخدموا اللاحقه لار، وبالتالي غادي نحصلوا على ماسالار واللي هي طاولات. اركاداش صديق، اركاداشلار اصدقاء. باربك كاس، باربكلار كؤوس. ادم رجل، ادملار رجال. صورو سؤال، صورولار اسئله. واخيرا دكتور طبيب، دكتورلار اطباء. القاعدة الثانية تقول إذا انتهت الكلمة بالأحرف الصوتية التالية بمعنى A E E U يتوجب استخدام اللاحقة لار. بعد ما عطيتكم مشاهدي الكرام القاعدة الثانية، الآن غادي ندوزو لمرحلة التطبيق. وهنا يعطيتكم مجموعة ديال الأمثلة أيضا، وأول مثال واللي هو girl بمعنى بحيرة. إذا لاحظتوا معايا الحرف قبل L هو E، alors E سافي بارتي ديال الأحرف الصوتية، اذا غادي نستخدموا اللاحقه لار، وبالتالي غادي نحصلوا على غولار بمعنى بحيرات. المثال الثاني واللي هو اولكي بمعنى دوله. واخر حرف واللي هو اي، بما ان اي حرف صوتي اذا غادي نستخدموا اللاحقه لار، وغادي تصبح اولكلار. وهكذا كادي بمعنى قط، كاديلار قطط. يوس بمعنى وجه، يوزلار بمعنى وجوه. اوتوبوس حافله، أوتوبوسلار حافلات. قلم قلم، كالملار أقلام. جامي بمعنى جامع، جاميلار بمعنى جوامع. أورانجي طالب، أورانجيلار طلاب. تورست بمعنى سائح، تورستلار سياح. وأخيرا مهندس بمعنى مهندس، مهندسلار مهندسين. درس اليوم انتهى، كنتمنى انكم تكونوا استفدتم منه. نضرب لكم موعد باذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم الراحه، تبقوا على الف خير.